يلتقي منتخب مصر الأول لكرة اليد عند 7 مساء غدا مع نظيره المغربي في ثاني مواجهته ضمن منافسات المجموعة 7 ببطولة العالم المقامة في بولندا والسويد، وتستمر حتى 29 من شهر يناير الجاري. ويطمح منتخب الفراعنة في تحقيق الفوز في لقاء الغد بعد اقتناس أول نقطتين في المجموعة على حساب كرواتيا بالفوز بنتيجة 31-22، ليتصدر بذلك المجموعة 7 وبفارق الأهداف عن الولايات المتحدة الأمريكية التي حققت هي الأخرى فوزاً على المغرب بنتيجة 28-27.